مع السلطان هيثم بن طارق دخلت عمان بداية حقبة جديدة، ويعد السلطان هيثم بن طارق رمزاً لاستمرارية الدولة، وكان الانتقال السلس للسلطة في يناير الماضي إشارة إلى حكومة مستقرة وإدارة منظمة في البلاد. يتوفر لهيثم بن طارق جميع المهارات التي تضمن قدرة عمان على قيادة سفينتها في المياه المضطربة للمنطقة. لعمان دور فعال في مجال السياسة الخارجية عن طريق تجنب التحيز لأي من الأطراف الإقليمية المتحاربة، ونجحت في خلق مجال دبلوماسي يمكنها من التدخل وقت الحاجة لحل الأزمات. السلطان هيثم هو راعي رؤية 2040 ببيانه التأسيسي الخاص حول كيفية رؤيته لمستقبل البلاد رغم الأوضاع الصعبة في المنطقة. قبل توليه الحكم رأس لجنة احتلت الموقع الأكثر أهمية في رؤية عمان طويلة الأمد المخطط الوصول إليها بحلول عام 2040، وهي رؤية طموحة للمستقبل العماني في المجالات كافة، وسيحتل الاقتصاد العماني مشهد الصدارة في تلك الخطة. سيحصل الاقتصاد على اهتمام أعمق في العهد الجديد، وهو ما يستتبع كثيرا من النتائج والتغيرات على مستوى السياسة الخارجية. تظل الموارد الطبيعية في عمان ليست كبيرة بما يكفي لعزلها عن المشكلات الاقتصادية المشتركة في المنطقة، وقد حددت رؤية 2040 خمسة قطاعات ترغب السلطنة في التركيز عليها كبديل أو على الأقل العمل عليها في تكامل مع قطاع النفط والغاز، وهي قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتعدين والسياحة. ولأن الرؤية والطموح موجودان، فإن السلطان يسعى إلى تحويلهما إلى حقيقة واقعة.